وانا خدينا سجاجيد المسجد كله. الرحمن الحرامي have to cover my face. اسمي الرحمن غسلها. هذا الدنيا كلها بيضة. هذا ملعب. ايش اسم اللعبة حقهم عيال؟ بيسبول؟ الظاهر بيسبول. وهذا كرة أمريكية وزائد قدم. هناك المفروض كان شاطئ. يا الشاطئ اختفى. يا تخيل هنا كانوا يجوا الناس يسبحوا. هنا كان رمل لين المحل مجعد ذاك مرة. الجو غريب. ما هو صار للمشي هناك؟ جدا كله. لا هذاك رمل ترى. رمل لين هناك. رمل؟ اي رمل. الثلج الشريف ما ادري ليش يسوي ينظف. تاخذون راحتكم. تاخذون راحتكم يعني اللي احنا اللي هذا هو ما حيسوي شيء. باسم هلا والله الشتاء ما فك مو ما فك يعني يمديك تبدا فيه بس انه حنروح البيت كده نريح لنا نضبط امورنا ان شاء الله نحرك. حنغطي لكم نحاول نغطي جميع التفاصيل. طبعا كده حاطه الكاميرا كانكم معاي في السياره من الافكار الجديده يعني. اوكي ده واستمتع بالرحله. دوبنا رجعت من عند العيال وجيت بس نريح كده لين الصباح ان شاء الله حنطلع تقريبا منطقة قريبة من عندنا يعني تقريبا ساعتين من الجزيرة وساعة بالضبط ساعة وخمسين دقيقة. واسمها مانكتي حنروح في عندهم زي المحل الكبير زي السوبر ماركت الكبير بيع بالجملة الأشياء العيال بياخذوا أشياء. كنت أجي أشوف الوضع كذا وأريح لنا وزير الصباح نحرك إن شاء الله. سيب إدمان ده الشغل إدمان شيء. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. محركين للعيال واستكمال الهرجة أمس الحمد لله غسلناها سوف نعيدها إن شاء الله. أنهم فاتحين بس نجي نحطها عند البزنس بيتا. طلع مقفل مصلى مقفل مسجد الزلم قال يقفلونه. هو مو مسجد هو للأديان كلها يعني. وبس أنا استأجرنا السيارة بعد جهد جهيد ولا إيش رأيكم عيال؟ والله مشورونا. والله مشورونا صح. وكده ما حنصور كثير للرحلة.
الحين منطقة اسمها مانكتن بعيدة عن جزيرتنا 1:50 بالضبط. تأخرنا في الرحلة ما رضي يعطونا السيارة بالساهل، لكن الحمد لله أخذناها طرد في حبك أخ شو ميرت. اي والله أخي شغل شيلت أخذ حقها بدك شو ما أخذ حقها بدك شو ما رد العلم عني. دوب أنا الحمد لله وصلنا مانكتن، لقينا المسجد ده ما شاء الله صلينا، والحين متجهين على كوسكو. وأخيرا نحن في كوسكو، العيال ما شاء الله ما قصروا، ثلاث عربية طبعا مو لنا بس، لنا وللحي كل واحد قضى. هذه توصيات من الناس، اللي يجيب لنا عيش اللي يجيب لنا كذا الله يسهل. الحجوزة مشكلة قال لها، هو قال لها بس ما استوعبه لين شافت الأغراض. هاي السيارة اللي استأجرناها الحمد لله وصلنا جزيرتنا. هديش بسلام بسلام، وما صورنا والله الوضع كان جزيرة دافية، كنت أسوق وليال كانوا يذاكروا كذا برغرافات وكذا تعرف أنتم صحيح دوفر ما شاء الله. راح نعلمكم كيف تسوي طريقة تسمع صيادية طبعا بطرق خاصة وحصرية. هنا سلطان بدأ يضبط المسائل، وليه هنا يقطع البصل، وقوم تعاون مذل ومدري ايش. مقلبنا العيال، مقلبنا العيال ذاك سوي مجنون، بنروح نقفل الباب من برا. والله ماني سامع. حاصرناهم حاصرنا هذا واحد هناك ما قدر يفك الباب. ورجل كيف؟ لا تفك لهم خليهم يقعدوا. بس دحين بنضبط الاكل هنا، وبعد ما نضبط شو قطع بصل للجزيرة كلها. بس روح خلي يجي ياخذها دحين. اول شيء بنحط البصل، خلي يجي ياخذ. دحين حطينا المسمار، دحين هذا الهيل، وان شاء الله السنه الجايه علي بيحط الفلفل. كمل سلم من دام اسمه هو القرفه. ما فيها يلا حط، ما فيها غبي عشان حط ملح. سلطان سلطان ما يحب الليل، سلطان ما يحب الحار. مشكلة غرفة جنبنا. طيب القرفة ما تجي القرفة، بس يبغى شوية كمان ينحرق البصل. هذا بعد ما انخلط البصل، الشيخ سلطان برياني روبياني ولا برياني القنبري روبيان. وهنا في مشروع سمك ان شاء الله يتم. شوف البهارات قديش الله يستر. وهذه النتيجه النهائيه حقت الرز، رز صيادية. بس نضبط الامور اللي هنا ونبدا في القلقله والامور دي. وسلطان ضبط لنا سمبوسه جاهزة طبعا، مو اللي سواها سلك. خذوا واحدة خذوا. وهذه النتيجة النهائية، وإن شاء الله يكون يعني عجبكم.
الفلوك وان شاء الله ان شاء الله انه ما يكون ما يعني ما كان ملخبط عليكم. حاولت انه سهل الامور ولا تحرمونا من تعليقاتكم والامور دي كلها.